المؤسسة ديالنا العائلية اللي كانت مؤسسة استثمار، اليوم رجعت مؤسسة ديال التدبير. تدبير مجموعة بناء على 6 شركات مهمة، شركة توزيع اللي هي شركة ديسلوغ، شركة ديال المستودعات اللي هي شركة بيلس، وأيضا شركة جديدة اللي هي 4 مصانع، أيضا مؤسسة اللي هي ديال التواصل والإشهار، وأيضا مؤسسة ديال هادشي المتعلق بالديجيتال والعالم الافتراضي، لأن العمل ديالنا اليوم هو عمل تقليدي ولكن خصنا ندخلو العالم الافتراضي باش نقدروا نتقدموا ونبقوا مؤسسة اللي عندنا واحد تنافسية مهمة. وأخيرا الشركة الأخيرة هي شركة دولية اللي المؤسسة ديالنا غادي تستمر مع شركاء ديالها في سنغافورة باش تكون شركة مغربية قوية في آسيا. هذا العمل هذا اللي قمنا به هو عمل جبار ديال 15 سنة، خصنا موارد مالية مهمة، وهذا الشيء علاش اليوم أعلنت أنه كان مجموعة مالية غادي تدخل في المجموعة العائلية ديالنا اللي غادي تجيب 24 مليون دولار، واللي غادي تخلينا بهذه الموارد المالية نقدروا نديروا التنمية ديالنا. بهذه المناسبة بغيت نشكر البنوك المغربية اللي تعاملوا معنا في 15 سنة الأخيرة، ونشكر أيضا المؤسسات المالية اللي تاقوا فينا وعملوا الأموال ديالهم في شركة ديالنا، ونشكر أيضا جميع أفراد والعائلة الكبيرة لمؤسسة ديسلوغ اللي هما المدراء وأيضا المستخدمين والمستخدمات على العمل اللي داروا. وأنا متيقن بأنه اليوم غندخلوا في واحد المرحلة جديدة ديال مرحلة ديال التقدم، مرحلة ديال النمو اللي غادي تخلينا إن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا مجموعة في المغرب ولكن أيضا مجموعة في جنوب آسيا اللي غادي تكون مجموعة خدمة واللي رفع الراية المغربية، فخورة بمغربيتها، واللي غادي تخلينا الحمد لله نتقدموا ونكونوا من الشركات الرائدة في المغرب وخارج المغرب.